احب بطل 600 عشان يخليني اشرب ماي واجد. امس لما صورت لكم نقي ما حطيت لكم كود الخصم، حتى في ناس داشين علي بسالم خصم مخصم، بس استخدم كيو 8 بينج في مياه نقي لو تبي تشتري كرتون او قسم العروض عندهم، بس استخدم الكود توكل على الله. مساء بالبنك اتوقع تعرفون كل 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 واحد مر فيكم على مسألة التوقيع، يمكن توقع إذا بتفتح حساب يمكن 20-15 توقيع. أقول حق نفسي مساء أتوقع والله أعلم أن قريبا جدا 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 يكون في شيء اسمه توقيع. أكيد أكيد، شوفوا رسميا الحين يعني بالكثير سنة ودعوا شيء اسمه باسورد. باسورد ما في، رقم سري حق إيميلك، رقم سري حق هذا ما في خلاص، هذا مو 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 بالمستقبل، لا آخر السنة هذه أو بداية السنة الجاية كلنا راح يصير عندنا الميزة الجديدة اسمها باسكي، اعتمدتها جوجل، اعتمدها أبل. شلون الحين أنت الحين لما تدش بحسابك مثلا بالأب ستور أو شيء يشوف وجهك بس طقتين خلاص أوكي دش، أو أبل باي شلون، بس ما لازم باسورد ولا شيء، لأنه يتحقق منك بالجهاز اللي بيدك، سواء بصمة وجه خلاص يتحقق منك ويدخلك بحسابك البنكي وغيره. فأتوقع والله أعلم حتى المعاملات البنكية المعاملات الحكومية مستقبلا شيء اسمه توقيع ما في خلاص، يتحقق منك من خلال مثلا يعني سالفة المصادقة مالت هويتي، ممكن الحين البنك يطلب مني مصادقة هويتي أوافق عليها فيعتبر توقيع خلاص. فسالفة إنه توقيع مرة غلط وعيدة وما أدري شو هذا أتوقع راح ينتهي. بعدين البعض يقول يمكن يخترقونك، هذا والله بصمة الوجه أو مو مثل التوقيع أو مو مثل الرقم السري. مثلا خلينا نقارن الرقم السري مع ميزة جديدة ما تبقى الباسكي. الرقم السري بكل بساطة ممكن ينسرق منك، ممكن أحد يعرفه، ممكن أحد يخمنه، ممكن لا، أما الباسكي يتحقق منك أولا بوجودك أنت كشخص بجهازك أنت. غير كذي الفكرة باختصار، عرفت التجوري اللي مفتاحه عند اثنين، واحد ما يفتح، فيكون الموقع نفسه او 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 جوجل او 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 جيميل عنده مفتاح وانت عندك مفتاح، يفتحون مع بعض مو واحد بروحه. فحتى لو شخص راح مثلا بيزور وجهك لا يعرف ان هذا مو جهازك اصلا. هذه القهوه اللي انا صورتها تشيل اوت صايره بالمنطقه هذه اللي هي خلينا نقول الصناعيه الجديده عند فرضتك والنوماس وغيره. عندي اجتماع مع ابو نايف ليه بخصم ولا شيء حاضرين. لا والله مو جاي اسوي لا خصم ولا سالفه، بس ابي بموضوع. اكثر من رساله امس وصلتني على القهوه هذه اللي امس صورتها، لا ابو سالم ليش تتكلم عنها هاديه وانا اروح ادرس فيها، والثاني يقول لا حرام عليك الحين يصير زحمه. لا تقتل متعه يا مسلم، لا تقتل متعه. والله واجد ناس يعني صراحه كذي يمرون علي خصوصا لما اصور شيء. انا اكثر واحد ضد هذا المنطق اللي والله لا تعلم احد اخاف يعرفون الناس، خلي يعرفون الناس واعرف غيره انت ايش دعوه، يعني مكان اكبر بكثير، الدنيا كبيره، انا ما اتكلم عن قهوه ولا مكان. ومرات اصور مطعم لا يصير زحمه، ايش دعوه يا اخي دعوة. والله ما انسى مره واحد، والله ما انسى مصور يعني حتى مو تقطي ولا شيء، انا مصور مخده استخدمها دائما وامدحها، قلت والله يا جماعه هذه والله مخده التمبر والله ممتازه، صار لي معاها مده شنو يدش علي، لا افا محمد لا تتكلم عنها الحين ما نلقى. شنو انت تشتري مخده كل خمسة ايام يا رجل؟ خل الناس شيء انت تحبه تكلم عنه، مالك شغل عادي، خل الناس تمدح، خلي يصير زحمه والف الف شيء غير. بالعكس الموضوع الثاني اللي دائما الناس صراحه يعني ومرات مو ناس تقول لي، عرفت اللي كذي وانا اسمع ناس او واحد يجي يقول لي قال عنك كذي، كل الحصنان يتكلم عن صبنجة صارت غالية طير الدنيا، لا صار والله المنطقة صارت مو حلوة، صار زحمة ناس اول ايش حليلة. حبيبي محمد الحصنان ولا غيره، الله اللي كاتب تصير كذي، مو محمد الحصنان. فلا تقتصر او لا تختزل شيء، بالعكس خل الدنيا المعلومة على قولتهم. والله ما انسى الله يذكره بالخير هورنت ابو ناصر الهيلة، اول كنا ايام المواقع والمدونات نشرح تطبيقات او مرات يصير عندك معلومه على تطبيق معين او موقع معين، في ناس او خلينا نقول برنامج تسوي فيه الصور وتنشره، في ناس يخليها له عشان يصير هو مميز وينشر فيه، في ناس لا يعرف المعلومه ويتكلم عنها. فدائما هو حط سلوغن المعلومه ليست حكرا على احد، يا يتعلمها منك وتصير انت ونعم
وعلمت علم نافع يا يتعلمها حتى لو بعدك باسبوع يتعلمها من واحد ثاني وانت كيفك احتكرت المعلومه وخليتها لك. علم اي شيء عندك بالعكس سولف عنه والتوفيق عند رب العالمين. ما تدري يمكن الله فتح باب رزق لشخص انت تكلمت عنه زين بضاعته او محله زين او مكانه زين تكلم الله يبارك ان شاء الله فيه ولك الاجر. والعلم هذا سواء معلومه سواء برنامج سواء محل سواء شيء باذن الله مو حكر عليك لو ما عرفها منك بيعرفها من غيرك. الحين بقلبي سالفه هذاك راعي المخده يعني ترى الموضوع قديم يمكن صار 4-5 سنوات مال المخده بس انا معقدني ليش زعلان اني انا تكلمت عن مخده زينه مع العلم الواحد ما يشتري مخده كل يوم يعني وين شو المشكله يعني اشتري مخده انت خلاص خلي الناس غيرك تشتري مخده يا الظالم. والله تصريح قوي يا اخي تصريح قوي والله. ايش رايك؟ والله قوي قاعد يرتب المكان هذا ما كان موجود كان ارفف كذي مثل الجمعيه فالحبيب كبر موضوع الخضروات والفواكه. شنو التصريح المساء؟ تصريح راح اخلي اهل الجهره ما يروحون الفرضه نهائيا. تصريح قوي بس الوعد. نترقب الوعد. يعني اسعار هني نفس الفرضه التنوع أرخص من الفرضه والتنوع مثل الفرضه باذن الله. شوف الحركات شلون يغلفون بالطريقه هذه اللي يكش يمسك بالحراره بس حراره خفيفه يعني نفس السشوار حركات ولا فرضك. الحين شنو نظام المكسرات عندهم؟ يقول لك نجيب ني ونحمصه وسوينا باكثر من نكهه بالشراكه مع اكثر من محمصه يعني على ذوقك انت على ذوقك انت. ومعلومه ثانيه حلوه يقول لك البضاعه اللي موجوده هنا بالنسبه للمكسرات المفروض تنباع خلال يومين الى ثلاثة ايام لازم هذه كلها تنباع وانتم اصلا مجهزين الجدول على اساس انها تنباع. احنا مجهزين الجدول انها تخلص خلال يوم. هذا كله؟ هذا كله ما شاء الله. عشان كذي مو عميق حيل. عشان كذا مو عميق. اها. لك يا ينباع يا يغلف بالشكل هذا، هذا التغليف يكون محكم بحيث انه خلاص ما يدش هواء فما يتغير الطعام، مرات تشوفون بعض المكسرات يتغير طعمها او شيء او على قولة المحزرة او شيء. يا يتغلف يا ينباع ما في. فالفكره ان كواليتي المكسرات تغير في فرضتك والسبب ان انت تحمصون. احنا نحمص الحين قبل كنا نشتريه محمص وجاهز. الحين لا. الحين لا نشتري لي ونوديه حق مصانع متخصصه في تحميص المكسرات ويحمصون. على طلبكم انت. بالنكهات اللي احنا نبيها، فشنو اللي فرق معانا؟ فرق معانا ان تكون المكسرات فريش بطعمها للحين. الفكره الحين شفت هذا الحين؟ هذا قاعد يجهز طلبات حق الاونلاين. يعني هني نظام كذي ان الموظف يطلع من المخزن اقعد تحقق بالوجه ها؟ ما شاء الله ما شاء الله. هذا قاعد يجهز طلبات؟ هذا طلبات وهذول طلبات تجهزهم يا ربي بارك يا ربي بارك. كل هذول جاهزين احنا حق الخروج. هذا مكان تجهيز السلات وهذه السله الجديده. شو اسمها؟ سله الصيف. سله الصيف. الفكره يعني اغلب اللي فيها دلع كلها كلها ما فيها الاشياء العاديه مو موجوده. تفاح امريكي ما في. لا 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 الشيء العادي اللي فيها هو الفراوله بس. هذا العادي هذا العادي زين. عطنا نبذه عن الاخوان اللي موجودين هنا. فيها طال عمرك الموز الكولومبي الصغار هذا اي المانجا الكولومبي الكيميكوات الدراغون الاحمر الدراغون هذا الكرز بعد والكرز الليتشي المانجستين الليتشي هذه ايه. المانجستين وهذه الكيميكوات صح؟ هذه الكيميكوات الباشن فروت باشن فروت هذا ربع ماجد ايه. وحتى مرات المانجا هذا المانجا الصغار شنو الفكره فيها؟ الفكره ان الفواكه الاستوائيه الدرجه الاولى شيء الكولومبي موجود هنا هذا اللي بيدلع نفسه ايه. تبي شيء دلع تحطه ايه. قدامك هذا اليوم مثلا اليوم الكيميكوات مو حلو ما نحطه نبدله مثلا بليتشي نبدله فتحط الافضل نحط الافضل حلوين نبي رابطها لو سمحت ممكن لان في ناس يبي يدلعون نفسهم يبون رابط الحين هذا الدلع هذا جنوب انا ترى تغديت اليوم لا لا ما عليك للحين تونا هذا تحلي هذا جنوب هذا جنوب افريقيا وهذا استرالي وهذا استرالي انا اكاد اجزم ايه؟ ان الجنوب افريقي هذا الاخضر اليوم هو ألد عنب موجود اليوم والاحمر الاسترالي هذا هو ألد عنب موجود اليوم السلام عليك هذا ايش رايك انت ايش رايك؟ ما راح اقول انا ها. هذا رايي العلم انها كبيره ايه بس ما فيها ما فيها كلها احنا نستخدم دائما العنب نستخدم اللي بدون بناتي ايه
هني فكرة الفواكه المقطعة، قاعد يجهز صواني فواكه مقطعة. المنطقة هذه كلها مغلقة بس عشان الفواكه اللي تحتاج غسيل. يعني هني قاعد يغسل، شوف. يعني قبل كنا نعبي هني حتى اللي ما تحتاج غسيل. الحين لا فصلت. اي ليش؟ دام ان هذه كبيرة، هاي اللي ما يحتاج غسيل مثل شنو؟ الطماط، البرتقال، اي شيء بيتعبى بالكرتون. بالكرتون عادي، أي. بس هني المغسول. اي شيء اللي يحتاج له غسيل. اوه. هذه الحين. الثلاجة هذه خصصناها حق سلات المناسبات. طبعا لما نروح العروس، العروس اي اول شيء قمت اشوف ان السلات اللي يطلبونها يبقى فيها برتقال يبقى فيها كيوي. زين قلنا يبا تعال خلينا نسوي سلات خاصة حق المناسبات. يعني قصدك برتقال كيوي اللي يتقشر، اللي تقشر. ايه. بس سوينا السلة هذه اللي تكون حق المناسبات علشان ياكلها بعرس بعشر، لان كيوي لازم يقص ولازم ها. فشنو سوينا وياها؟ قلنا نطلع مع كل سلة ماي واحد متر وبارد. ايه السلات هذه اقل عدد يطلع طلب 10 سلات، تمام؟ هذا حق المناسبه، حق المناسبه. قيمه السله 5 دنانير، يطلع معاها كرتون ماي مجاني. يا سلام. هذا مجهزين حق هذا هذا في عرس اليوم. عندنا عرسين، في هذه وفي للحين بعد النص الثاني بيجيبونها بعدين. هذول مجهزينهم واحد من العرس. ايه فلما نجي نوديها الفواكه بارده والماي بارد. والماي بارد يا سلام. وبدون قص وما قص، كيوي ما في حركه. ايه. فيها فراولة، فيها عنب. شغلة يسولف عنها يقول عندنا أصلا نظام اللي هو شنو؟ صحن الكرسي. صحن الكرسي الكبير اللي يسوي لك فيه جبل من الفواكه. بس حنا يعني أول شيء حفظا للنعمة واحد، اثنين علشان الناس تاكل. يعني مو معقول أنا بحط لي صحن بنص القاعة ولا بنص. فكرة محمد يقول هذيك صح حق شوف الناس. في بعض الناس يجون يقول لا أبي أسوي جبل من الفواكه بعدين من يأكل. ما حد يأكل. استبدلها وتقريبا نفس سعرها وارخص. دلع نفسك وكل طاوله عندك بالعرس وكل طاوله عندك مناسبة عليها شنو؟ عليها واحده من هذول. يعني شفت هذول هنا بالطاوله يمكن قيمتهم كلهم قيمه سله واحده من هذيك الجبل على قولت. نعم. لان اللي يبي المناسبات محمد يكلم الواتساب. ايه احط لكم الواتساب. هذا اللي البصل. هذا بصل. شو ميزه؟ هذا اللي ميزه. ميزه انه مزارع كويتيه. هذا شوف شوف, شوف شوف التاريخ فوق، تاريخ تو 10/5. شوف اليوم الصبح حتى ريحته يبين ريحته قويه صراحه. هذا بصل كويتي يوميا هنا. والله ان شاء الله تو بادي موسم عندهم وحنا ماخذين محصول الموسم فتره الموسم يعني فترة بس الموسم. فاللي يبي الحين بصل ريحته قويه حيل صراحه من قوته معناته طازج موجود هنا. جاي هني نسولف وبستشير انا بشغله. الحبيب فر فيني المطبخ تحت كله والحين جايبني هني. لا الحين شنو راح يجيب 60 يقول ابوي بذوقك هذه مانجا كولومبي يرحم والديك. متى نسولف؟ فالحين ما خلصنا. انا شفت لك الكاكاو وحطيت لك المانجا. شوف خايف على صحتك. شوف شال هذا حط لي هذا. يعني الحين تمر واحد يجيب لك قهوه يجيب لك شيء الحبيب قال روح خلينا نجيب 60. امون عليك امون عليك. عليكم السلام. يلا والله تصدق خوش سوالف سولف انا وياك. تقول حبيبنا الحمد لله رب العالمين. والله محمد تدري وضعك انت. اتوقع ترى الناس بالدوامات اللي داوم يقول والله يا اخي الغداء ما عندي غداء اخذ معي بوكسات. انت ما عندك مشكله. لا الو جيبوا لي موز كولومبي. ها جيبوا لي. احنا بس قاعدين نضبط. خليني اوريك وضعي انا في الشغل. بالله عليك. هذا يقول لك انك مدير. هذا وضع المدير. هذا وضع المدير؟ لا هذا وضع المدير. عاد صدق كل ما اشوفك تحت وانت تهاوش هذا وتسوي هذا. اتوقع نادر تقعد على المكتب. ها شوف انت مهيئ المكتب. انك تتبع المشكله. في مشكله تصير ممكن المشكله ما تكون في خدمه التوصيل ولكن في مكان ثاني. يعني جاي استشيرك ولقينا الحل وين؟ بالشراشف. يا سلام عليك. شكرا جزيلا. لقاء جميل اليوم. خوش مانجا خوش معلومات. جزاك الله خير. عندي مشوار توصل. يا رجال عادي. شكرا على الماي بعد. يا احلى ابو نايف ويا احلى فرضتك. فرضتك علاقتي يمكن اللي متابع قبل من يذكر 2000 واعتقد 2005 يمكن او 2006 اول مره قعدت مع محمد ترى قصته جميله شلون اسس فرضتك
من بدون مبالغة فرضتك وتبارك الرحمن فوق قريب 100 عامل الحين أو موظف 100 دينار بس 100 دينار كان رأس ماله وكان مو هوم بزنس سمول البزنس صغير حيل بزنس كان بس فكرة بباله أنه ليش دش واحدة من الجمعيات قال ليش يا أخي الخضروات مو 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 نظيفة وما لقيت اللي أبي فيقول طيب بالفرضة قمت أروح أجيب بعين لا قمت أتعرف على تجار بالفرضة خلوا البسطات هذه اللي قدامكم لا في موردين يجيبون يبيعون على البسطات بعدها صار يشتري من الموردين هذلاك بيلقى سعر حلو ويدز برودكاست علينا على ربعه وإخوانه اللي حوالينا يجمع اللي يبي هذا الخضروات هذول مجموعة حتى كان يصورهم تصوير يعني بدائي جدا ولا اسم شركة ولا شيء ويأخذهم هو ويوصلهم للبيوت نجحت الفكرة بعدين طلعت معاه فكرة حلوة انه يسوي سلة فواكه وينظفها ويبيعها سلة جديدة سلة نظيفة جاهزة للأكل سوقها أو أول شيء حطها جهزها وبدأ يدز برودكاست حقي حوالينا وجماعته وربعه بس وما شاء الله تبارك الله الأمور حلوة وكلمني قال محمد أنا شبه جاهز إنك تجي وتصور هذاك اليوم ما أنسى هذاك اليوم وأتوقع الحين اللي قاعد يتابعون ما راح ينسون هذاك اليوم كنت أتفاوض معه ابن الحلال بسيط جدا وطيب جدا محمد لدرجة إني أنا قاعد أضحك معه وأقول لا نبي هدايا زود عطانا هدايا أكثر من اللي راح يبيع ومية بالمية خسران قال خلاص تم بس يلا تسويق الله يذكره بالخير خسران واجد يعني خسران السلات والروحة والجية فأذكر نشر ذاك الوقت وتبارك الرحمن هو ما حتى أنا دق علي قال محمد تعال ساعدنا بالتوصيل محمد توهقنا يعني لا هم جهز اسطولي يوصل ولا شيء فتوهق أذكرها كان برمضان لين الفطور ثاني يوم متفطر هو بسيارته هو قاعد يوصل لدرجة إن أول مرة حتى المتابعين دشوا علي تكفى كنسل الهدايا ما نبي يعني خلاص بس يكفي العرض اللي سواه أذكر قلنا والله ما أذكر العرض بالضبط يعني الكلام قبل كم سنة بس إنه قلنا ينزل سوى خصم زائد إذا باع أكثر من 300 سلة يعطينا هدايا كذي 300 سلة أوف شيء قال الجماعة يبا خلاص نكتفي بالخصم ما نبي هدايا قلنا يبا جزاك الله خير ما نبي هدايا ومن يومها تبارك الرحمن أسس شركة أذكر سماها أجمل الفواكه وبعدها غير اسمها صارت فروتابل يعني فيجيتابل وفروت لما انشهرت وكذي راح اكتشف ان احد مسجلها بالتجارة فاضطر انه يغيرها الى فرضتك واليوم ما شاء الله تبارك الرحمن فرضتك تبارك الرحمن يمكن وصلتك البيت على قولتهم الموجز بس هو تبارك الرحمن يا ما خسر وربح وتعلم وانقرص واليوم تبارك الرحمن والله اني جاية استشير ويعلم الله اني يعني ما يذخر معلومة ابدا لي انا او غيري ويمكن واجد ناس يعني من اصحاب المجال او المتخصصين بمجال التجارة الالكترونية ولا شيء يجون او يستشيرون هو ما يقصر معرض العطور شغال بس ما ادري لمتى الحين داخل اسأل لكم الى متى ينتهي هذه خريطة معرض العطور هذه صالة 5 هذه النافورة هني هذا الباب اللي انا دخلت منه او الدش من الباب هذا وين ترب العود واضح هذا ترب العود عند ابجد وين ابجد هذا ابجد الدش هني المدخل ترب العود او من هني صاير بالقاعة 5 هذه اعتقد قاعة 6 7 السلام عليكم كيف حالك ابو احمد موجود زين سؤال ثاني متى ينتهي معرض العطور يوم السبت ان شاء الله اخر يوم السبت هذا السبت اللي جاي بعد بكره يوم 13 يعني بس باقي له كم يوم الخميس جمعه سبت جمعه والسبت 3 ايام بس متبقي على معرض العطور وين ابو احمد الحين الله يا الدنيا ترب العود كانوا 4 مرشات الحين 3 بس وين راح ابراهيم خلاص وين راح سولد اوت والله طار ما شاء الله تبارك الرحمن عندي واحد في نص بالبيت اللي يبي ترى للبيع لانه ما اتوقع راح يجي ابدا متى ابو احمد يجي اكثر من شهر يبي يقول لك اكثر من شهر يبي يعني انسى بالمعرض هذا موجود عندك إليت هذا اللي يبي على هيل ترى في شويه هيل هذا ممتاز جدا هذا الاول اسمه بي ممتاز وهذا لين ومن العطور عندك هذا صديقي اوشن
وعندك ستوري، بس للأسف الشديد ستوري خالص. حتى يوم قلت لهم دبروا لي قالوا هذا تستر زين فيه، قال ما فيه خالص أصلا ما يرش هذا خالص، يمكن من ثالث يوم معرض وراح يتوفر يوم الجمعة، يعني ما راح يمديكم المعرض. اللي راح يجي يوم الجمعة والسبت راح يلحق على ستوري أو أطلبه من الويب سايت يا أخي. هذا اللي هو ستوري مرتين ينزل ويخلص. أذكر أول ما نزل أول ما جبته صح متى؟ على شهر 2 يمكن قريبا طار، والحين ثاني يوم المعرض خلاص هذا. وفي جريس بعد الأزرق هم بعد خالص ما شاء الله. هذا محبوب الجماهير، هذا محبوب مو بس الجماهير، محبوب متابعيني تحديدا. ليش؟ لأن أكثر من مرة سوينا أذكر عليه عرض وتبارك الرحمن أمشي أكثر من واحد يواجهني يقول بسالم والله الرويال هذا ممتاز. قصتي مع شنو؟ أنا شخصيا يعني ما أول يعني فيني ردة فعل أي شيء كذي شفاف أو أصفر أقول لا شكله مو حلو أو مدري شلون، ما جربت لين وقعت بحب هذا. هذا مسك رويال، مسك وفي خلطة، هو مسك مسك صافي بس في خلطة إضافية مسوينها تربل عود فمسمينها مسك رويال، وسعره ممتاز جدا ورائحته جميلة، خصوصا أن الحين إحنا بصيف فدهن عود يمكن يكون ثقيل حيل. هذا ممتاز وبجدارة والله عليه مدح واجد. هذا على فكرة الحين عطني ربع تولة، عطني ربع تولة. هذا يا أحباب الربع تولة، فأبيك تتخيل أن هذه تولة وهذه ربع تولة، يعني هذه أربعة من هذولي. وسعرها كم؟ سعرها بعشرين دينار والحين بالمعرض ب 15 دينار بس. اللي يبي التولة الكبيرة والربع تولة والله ما ادري كم سعرها، بس انا ودي اسوي عرض نفس المرة اللي طافت. المرة اللي طافت سوينا عرض هني وابو احمد قال ابد اللي تبي بسالم تحت امرك. المرة اللي طافت سوينا الدقة النخبة معاه اي تولة تشتريها معاه الربع تولة هذا، فكان ابو احمد الله يجزاه خير محدد عدد معين وما شاء الله تبارك الله ما انطر. المرة هذه سوينا على سيوفي في اي بي، عطنا سيوفي في اي بي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، الريحة هفت. هذا الفي اي بي سيوفي، الفكرة منه انه هو هندي، يعني حاله حال الدقة من ناحية الرائحة، بس قصته اللي هو قصة سيوفي وله نكهته الخاصة. والله ما شاء الله تبارك الرحمن. الفكرة الحين والعرض كالآتي، اللي يشتري تولة راح يحصل على مسك رويال هذا، اللي هو اصلا صراحه بروحه والله ينشر والله العظيم. انا ليش انا حاط له معاه؟ قاعد اقول ادري ابي الناس لما تشتري بخور تجرب هذا وتطيح بغرامه. اي بالمعرض او ويب سايت او ايش رايك؟ ال50 بس ويب سايت وهني معرض افتح لي للسبت. ها بس يعني المعرض هني عندك العرض هذا لين يوم السبت، تشتري اي توله. يعني اعتذر على فكره اذا جاز لك خذ تولتين، وعلى فكره التوله اصلا هني سعرها ارخص. كم قبل المعرض؟ 30 دينار التوله، والحين ليوم السبت 24 دينار. ب 24 دينار يعني انت اصلا ماخذها بخصم زائد فوق هذه فوق البيع مسك الرويال. دقيقه بعد اذنك شوف العدد، حط الكميه 50 دينار 50 شخص او 50 يعني عمليه شراء بالموقع. هذا السعر قبل الخصم، بعد الخصم راح يكون 24 دينار. الفكرة ترى بالمعرض بشكل عام البخور كله تجي تنقي اللي تبي تشم اللي تشوفه مناسب وتشتري. ليش؟ لأن أصلا شوف العروض كاتبين هني داخل، يعني موري مناسبات. هذا حبيب الجمهور كان ب 35 دينار، بالمعرض ب 28 دينار. زين إذا شريت 3 تولات قبل ب 105 صار ب 8، وإذا شريت 10 تولات قبل ب 350 صار ب 250. ركز على هندي مناسبات. عندك هذا تبي شيء عاد فخم حيل هندي النخبة، شوف العشر تولات من 500 دينار إلى 300 دينار. وعندك طبعا الدقة سولف عنها أكثر مرة ممتاز. الدقة ترى كواليتي ماله نفس هذا، بس فرق الحجم، هذا صغار وهذول كبار. وسيوفي اللي مسوين عليه عرض الحين، سيوفي والله حتى مساء أنا مجرب ريحته تو الحين توني متبخر منه والله فخم. بصور وياك أبو أحمد، بصور وياك والله بصور يا جماعة بعد إذنكم مع بعض. موعد الشباب بالنادي، وخبركم النادي السيارة وراء فيها كل شيء، تبي غترة موجودة، تبي شورت موجود، تبي كل شيء موجود. شوف الوضع نادي يا أحباب، الوضع نادي. نادي فلير على الدائر الرابع في الجابرية، ما شاء الله أكثر من دور وشيء راهي. طبعا فلير مشهور ومعروف اللي بشويخ، لكن هذا فرع الجابرية. ترى فلير عنده أكثر من فرع، في شيء نسائي وشيء رجالي،
هذا فرع الجابرية. الربع سابقين هني قاعد يسخنون جيري. شو اللي يميز فلير عن غيره من النوادي؟ أنا صراحة يعني أحب هذا النوع من النوادي. شوفني هذه الصالة يصير فيها بعد شوي يمكن يصير فيها كلاس. كلاس جماعي. الحين لما تسجل بنادي عادي، أنا أبين لكم الفرق يعني. لما تسجل بنوادي العادية اللي هي نادي دشة كله أجهزة، تضيع أنت وين تروح؟ شنو تتدرب؟ إذا تعرف أنت برافو عليك، تعرف تدبر نفسك. إذا ما تعرف أحس نفسي أنا أضيع صراحة، وين أروح؟ أي جهاز؟ شنو اليوم أتمرن؟ هذا النوع من النوادي أبليكيشن، بس تشترك. أولا الفلير عنده 3 أماكن، هذا اللي بالجابرية، اللي بشويخ معروف، واللي بالديرة كريستال تاور فوق النادي. مجرد ما تشترك تدخل الأبليكيشن، عندك الكلاسات تبين عندك تقريبا. مثلا خلينا نقول لكم الجابرية هني من الساعة 12 عندك 2 3 4 5 6 كل بداية ساعة في كلاس. هذه الساحة اللي هنا المكان هذا يجتمعون مع المدرب، يقسمهم كل 4 مع بعض، يعني الكلاس ترى يكون في 10 10. الروح الجماعية هذه تخليك تنطلق أكثر، دش أكشن على طول. والحلو أيضا أن تجي باكر، أولا تجي بالوقت اللي يناسبك. إذا يناسبك 1 2 3 4 5 6 7 8 9، كل بداية ساعة في تمرين، كل بداية ساعة في كلاس وتمرين شغال. إذن ما ودك كل تروح الجابرية، شويخ كل ونص، يعني ساعة 12 ونص يبلش هناك كلاس، ساعة أعتقد قالوا 3 ونص يبلش هناك كلاس. شوف بالابليكيشن ساعة 4 ونص هناك يبلش، ساعة 5 ونص هناك يبلش. فأنت وينك تبي تروح الجابرية روح الجابرية، تبي تروح شويخ روح شويخ. ربو عنزلوا حين ببلش كلاسنا هني، بس قبل الله يبلش كلاس خلنا نسولف لكم. تحت هذا مكان الكلاس، وهذه الأجهزة نستخدمها بالكلاس بعد شوي. عندك هنا ما شاء الله المسبح، عندك المكان هذا اللي فوق عبارة عن أجهزة. تبي تتمشى هنا تشوف الشباب تحت، تبي الدرج، وأنا ودي أجربه بعد شوي صراحة عقب الحمرة، ودي أجرب الدرج. هذه الأجهزة موجودة. القسم اللي تحت حديد اللي هنا، والحديد بعد فيه ميزة حلوة، يعني تقدر تدش تتمرن بروحك، وتقدر تدش طبعا المدرب موجود هناك الكوتش، وتقدر تدش جروبات بالابلكيشن. يقول لك والله في جروب يبلش الساعه الفلانيه، جروب 4 اشخاص 5 اشخاص عشان يداورون مع بعض، ويصير حماس تتحمس بدل لا تجي بروحك وتطلع بروحك. ودي انزل مع الشباب هناك نبلش كلاس، ودي درج بروحي اول مره، ما جربت الجهاز، بس عقب صراحه الحمراء يعني متحمس. يا لي تستمر بالنادي، والله العظيم ودي أسير من هذول. عرفت اللي ملتزمين بالنادي. في ناس أعرف، واحد من ربع الله يذكره بالخير، لما سافر يقول تأكد الفندق في نادي، إذا ما في نادي ترى لهالدرجة يعني إدمان. فأتمنى أسير مدمن صراحة. المهم نادي فلير طبعا أفرع الثلاثة عنده خصم 30% للي يشترك 3 شهور بس، الدفع شهري. يعني تسوي بوريكم صورة الاصطناعي خلال الأسابيع والأشهر القادمة. ليه؟ لأن هذا التحول هو تحول مهول في تاريخ البشرية. يقول رئيس جوجل أن أهم من التحول اللي حصل للبشر عندما اكتشف الإنسان النار. اللي بتركيا أو قريب من صبنجة، فهد وفرات لاقطين فقع رايحين منطقة دي عند أنقرة، قريب من أنقرة، وياهم أبو عايد وأبو يوسف، ولاقطين فقع عد كمية كبيرة، والحين يوزعونها مجانا. اللي قريب يروح فندق أيلينا، اللي سمعته والله بسناب، توني قاعد أشوف سنابات فهد، ما أدري شنو القوانين، بس اللي فهمته أنه بكرة يوزعون مجانا، بس بكرة بينظفونه ويوزعون مجانا. كل واحد يجي كيلو، أي أحد يجي فندق أيلينا باكر مجانا، فهد وفرات والشباب.